تعالوا مع بعض راح اسوي معاكم فتوش فلسطين يمكن لي حول سنة وانا ابغى اسويه وسبحان الله ما تيسرت لي اشتري الاغراض وما تيسرت اني اسويه. سوري على صوت الصدى شوي مزعج بس احاول قدر المستطاع اني اقلل منه. طيب خلونا نبدا الان بوصفتنا. مكوناتها مره سهله ومره حلوه واحس انها بتطلع مره يمي. هنا بنات راح نحط في الهاون ثوم، اتوقع فص ثوم واحد يكفي، ثوم وفلفل حار اختياري، وراح نضيف عليه الملح. الملح الخشن يساعد انك تدقينه بكل سهوله، وبحط ريحان وبدقه، بزيد الريحان عشان يعطي طعم مره حلو. الان بنات راح ادق كل هذه المكونات، ما ينفع اتكلم وادق بنفس الوقت. ندقها ادقها وارجع. بصراحة استحيت ادق قدامكم والصوت مزعج، استنيت لحد ما دقيته وحللت بالدق يعني، وراح اعلمكم الاشرف خفيف بكمل بعد ابغى ادق لسه اكثر. بعد ما دقيت البنات راح اضيف عصير الليمون. شوفوا قد الحموضة اللي انتم تبونها، وبحركها شوي كذا معاه. والان راح افت عليه الخبز، خبز عادي بس عندي خبز بايت بنفته الحين. خبز عادي بهذا الشكل بنات، قطعيه وفتيه فيه، لا تحاتين ما راح يكون رابص ولا شيء، بيعطيه طعم مرة لذيذ. متأكدة بتعجبكم، وأكيد شفتوها يمكن سويتوها حتى قبلي، بس عموما أنا لما سواها يسويها واللي سواها يعيدها. حبيت إني أزيد عليها الليمون عشان تعطيها كذا حموضة مرة حلوة، وراح أخلط الخبز مع هذه الأشياء، وراح أضيف لها الهردة أو الطحينة وأتركها على جنب وأعلمكم إيش راح أسوي. خليها تختلط مرة مضبوط. راح نضيف الهردة وزيت الزيتون شوي، الباقي بعدين بضيف زيت الزيتون، واخلطهم لحد ما الخبز يتشربه ويذوب تماما واتركه على جنب. تمام، خليه كذا يعني مرة مرة يكون مستوي الخبز يعني غايب، عرفتوا زي ما انتم شايفين قدامكم. هنا بنات الخلطة اللي انا سويتها هذا هي راح انزلها هنا واحط عليها بقية الخضار. راح احط كل الخضار حقتي، ببدأ بالخيار، طماطم، نعناع، عفوا بقدونس مش نعناع، هنا النعناع الكمية اللي تبينها، الخس كله، طبعا هنا الخضار اللي انت حبتها، الفجل، هي حبة فجل واحدة، وهذا حبة بصل اخضر او بصل عادي براحتك. راح ابدا واخلط المكونات هذه كلها مع بعض الين ما تمتزج كلها. خلوني أخلط وأرجع لكم، بخلطها كلها مع بعض. ذقتها ما أحكي لكم اللذاذة، لكن يحتاج ليمون زيادة ودي يكون حامض أكثر، فعصرت لي ليمونة وملح زيادة بس. زيت زيتون ممكن تضيفين شوي زيت زيتون بعد إذا أنت حابة، شيء بسيط لذيذ لذيذ، اتعب وانا اقول لكم لذيذ مره لذيذ. بس اخلط هذه المكونات يا مي، شوفوا لذيذ يا جماعه، لازم تجربونه. خلينا نحطه بصحن ونقدمه.